أنا سمية شعبان، كنت بشتغل طبيبة أسنان متميزة. كان عندي عيادة خاصة، كنت بخطط دايماً مع زوجي يوسف لأكمل الدراسات العليا في ألمانيا. زوجي سبقنا لألمانيا ليأمن إيجارات السفر والفيزا إلي ولأولادنا الثلاثة، زيد وتميم وجاد. كان من المفترض إنه نسافر بالطيارة بتاريخ 24/10، بس إجا الطيارة من نوع آخر، سرقت أحلامنا وضحكاتنا وسعادتنا. استشهدت أنا وزوجي وطفلي الأصغر جاد، أما طفلي زيد انصاب بحروق وبكسور، وتميم الحمد لله نجا. ليلة الزواجية بمعايير حقوق الإنسان.